اهي السيرفس ده كل واحد فيكم يمسك رجله، كل واحد على رجله، كل واحد تحت. ادي المانجا المعلمه، اطلع معاه لفوق، اطلع اطلع. حاسين التبيا ولا لا؟ لاولها لاخرها لغايه النيل، ساب كوتينيوس، مفيش حاجه ماسكه فيه غير لما تحط رجلك لاترال بقى شويه، حط رجلك لاترال. يا ساتر كل العضلات، عضلات الرجل بتاعتنا يا جماعه انترو لاتر، موجوده فين؟ انترو لاتر. واضح كده؟ دي بنركز فيها على بعض الحاجات، ازاي تعرفها رايت تو ليفت؟ ده عايزه معلمه شويه. عشان واحد ما ياخدش وقت طويل، هيحط الهيد لفوق واللور اند لتحت ويقعد يظبط الشفتات بتاعتها، كل ما يجيبها كده هيجيبها كده، كل ما يجيبها كده هيجيبها كده، وفي الاخر هيسيبها ويمشي. ويكتب عليها فيبرا. لكن عشان اعرفها بصوا كده، امسكوها في ايديكم كده في الامتحان وبصوا لي على التو اندز. الاند اللي هتلاقي فيها نقرة، عارفين نقرة يعني ايه؟ يعني ايه نقرة؟ حفرة. 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 بس نقرة معروفة برضه. لا النقرة غير النجرة. لا ما هي النجرة هي الحفرة بس مش النقرة. هي هي انا بضحك معاك. ادور على مكان فيه النجرة. فين المكان اللي فيه النجرة؟ إذا لقيته خليه لتحت. طيب خليته لتحت، تمشي رايت؟ تمشي وتمشي لف؟ تمشي صح ولا لا؟ صح. طبعا احنا متخيلين كلنا وفاهمين ان السطح الأملس ده هخليه دايما يلوكس ايه؟ ما انا عارف ان هي العظمة دي هي العظمة الخارجية الشظية، اسمها الشظية هي الخارجية، فأنا هحطها في رجلي كده أو هحطها كده، صح ولا لا؟ صح. بحيث انها تبقى هي الخارجية، وفي سطح ناعم هنا دايما هخليه لوكس ميديالي عشان يقابل التيبيا. طيب احطها كده تنفع، احطها كده تنفع ولا ما تنفعش؟ تنفع. بس فيهم واحده غلط. واحد هيقول لي البونز اللي هنا كلها رايت، فدي ده رايت يا دكتور. صح؟ صح صح. وهي رايت فعلا، بس اعرفها ازاي؟ نقرا بشتيه. شوفوا النقره دي وامسك الـ الـ امسك العظمه دي في الامتحان زي ما انا ماسكها كده. شايفين ماسكها ازاي؟ يا واد بطل تصفير يا واد. امسكها كده اكنك بالظبط وكانك ماسك معلقه. عارف معلقه وانت بتشرب شوربه؟ ايوه. معلم يا دكتور. عارف الشوربه؟ امسكها بالطريقه اللي تبقى النجره قريبه من خشمك. لكن ما تحط النجره بعيده عن خشمك والا الشوربه ما هتوصل لخشمك. يبقى انت ماسكها غلط. عدل وضعك بسرعه واعدلها. يبقى دي رايت. تتسمى باسم اليد اللي انت ماسكها بيها. وصلت ولا لا؟ وصلت. في امتحان الريسبيرات اللي جالهم الفيرست ريب وكل واحد فيهم بقى يقول لي رايت، لا ليفت، مع ان انا قلت لهم طريقه سهله جدا. الفيرست ريب برميه على الترابيزه كده وانا داخل عليه. هو له وضع معين. الفيرست ريب انتوا عارفين شكله؟ ممكن تشوفوه شكله كده. معلش دي حاجة بس عشانكم السنة الجاية. فلما تحطه على الترابيزة في وضع منه، أول ما تحطه يستقر من بدايته لنهايته، تحس إن هو مطبع. عارفين يعني إيه مطبع؟ مطبع على الترابيزة. ولما تقلبه الناحية التانية تحس إن هو مطبع من جزء ومرفوع من جزء. فبقول لهم لما تخش عليه تبص تلاقيه إذا كان في جزء منه بعيد عن التيبل اللي هو محطوط عليها يبقى هو محطوط غلط، اقلبه الناحيه الثانيه. دخل واحد ده بلاستيك وقعد يعدل فيه، معرفش قعد الثلاث دقايق يعدل فيه، وقام حطه تعدله كده مطبع، تعمله كده مطبع سواه. جابوني الولاد وسالوني يا دكتور اللي انت قلته لنا؟ قلت لهم لا لا يمكن لا يمكن هاتوه. قاموا روحوا جابوا الرب حطيته قدامهم، قال ايوه صح ده مرفوع ولما نعدله معدول. المال اللي عندنا فوق، فقلت لهم هو هاتوا اللي كان فوق. مسكت اللي جاي من فوق اجيبه كده مطبع، اجيبه كده الله. بصيت عليه لقيته معمول فيه مانوبيوليشن، حد قاعد طبعا هو مش عارفه وعايز يعرف ده كده ولا كده، فقاعد ايش يعدل فيه. وده بلاستيك شوفوا طبعا، لو الهيومن العظم بتاع الهيومن صعب.